شكرا قناة شو تي في اللي عطاتني هذه الفرصة باش نعاود لكم على حياتي. انني كنتمنى بحالي بحال البنات، بنت خدم قرات وصلت لواحد النيفو يعني إجانا في العلوم الكيميائية، ولكن تدو في وجهي كاع البيبان. يعني درت حيفيات بحالي بحال الناس، مشيت كندفع في بحكم انني عندي الإجانة في علوم في العلوم الكيميائيه، يعني مشيت كندفع لدومين اللي عندهم علاقه بهاد الشعبه ديال الكيمياء اللي قريت. فمشيت انايا المختبرات ديال الادويه، مشيت لشركات، مشيت للابوغاتوار، مشيت دفعت المعهد باستور، يعني كنمشي كندي الوراق ديالي، ندي الدوموند ديالي، كيقولوا لي ان تناي تتخوى شي بلاصه، يعني بالنسبه للبلاصه اللي انا مشيت بغيت غير ناخذ غير طاج، يعني ناخذ غير طاج غير خبره باش نتاهلني انني تكون عندي شي مهنه ونخدم بهذه الشهاده ديالي. فبقيت كنمشي مده طويله، كيقول لك حتى تخوى شي بلاصه، لا دابا يا ما كاينش هادي، تنعيطوا ليك تترجعي. وواحدين اخرين بالنسبه للشركات واللابوغاتوار قالوا بان خاصك انت، كيشوفوا في بحال ما هكا مكتوبه فيه غير الشهاده اجاتها، كيقول لك انت خاصك خبرات، فينا هما الخبرات باش تخدمي. ولكن الواحد الا بغى يكون عنده خبرات خاصو تعطاه فرصه على الاقل في انه يدير ستاج، ولا تعطاه فرصه انه يخدم باش ياخذ ديك الخبره. يعني اللي بغى يخدم خاصو خبره، واللي بغى الخبره خاصو يخدم. هذا الشيء اللي كاين. انا كنتمنى شي فرصه انه يعطيوني فرصه باش ناخذ هذه الخبره كما كيقولوا، باش نتاهل ونخدم بهذا الدبلوم ديالي. حيت هو يا ماشي بالنسبه لواحد النيفو غير انسان عادي كيقول لك انت يا او عندك الاجازه وما خداماش. الناس عندهم غير الباك، عندهم غير هذا الاعدادي وخدامين. يعني انا ما لقيتش، انا راه طرقت بزاف الابواب، ما لقيتش انا يد المساعده شي واحد اللي غادي يعطيك فرصه واحده باش تقدر تقدم هذاك الشيء اللي عندك ويعاونك ويشد بيدك. بحكم انني عاوتاني من عائله بسيطة طبعا، وحتى انا كنتمنى نخدم ونعاون والديا. يعني الانسان ملي كيوصل لهذا النيفو وما كيخدمش كيحس راسو انه ما عندوش شي دور في الحياه، ما قادرش يدير حتى شي حاجه، يعني كيحس ان حياته وقرايته وعمره والتعب ديال والديه كله ضاع. علاش؟ لانه ما لقاش اللي يشد بيديه باش. هذا الشيء اللي كنتمنى منكم، وكنطلب انكم تعاونوني اللي عنده شي امكانيه انه يعطيني شي فرصه انني نخدم، يعني باش كما قلت نكمل حياتي ونستقر حتى انايا في حياتي. بل رقم الهاتف ديالي هو 0638 18 02 72.